لو تعرفوا سمية شجرة الجهنمية وأضرارها البيئية وإجهادها للماء لما غرستها أصلا، ستعلمها الآن إن شاهدت هذا الفيديو إلى الآخر. حياكم الله متتبعي قناتنا الأزهار والأشجار أينما كنتم وأينما ارتحلتم، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة، وعيدكم مبارك كريم وكل عام وأنتم بألف خير. اضغط على أعجبني كتسجيل لنا لنشر المزيد، وحرك الجرس ليصلك كل جديد، واشترك في القناة إن لم تشترك من قبل، فضل منك وليس أمرا. توقفت بعض الدول مثل الإمارات وقطر منذ العديد من السنوات من زراعة شجرة جهنمية، بل وأمرت باقتلاع جميع الأشجار المزروعة في شوارعها، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وتجنبا للمشاكل البيئية التي تنجم عن زراعتها، وذلك على الرغم من روعة شجرة جهنمية وجمال ألوانها أزهارها وقدرتها على النمو السريع، حيث تتعدد أضرار شجرة جهنمية ويعد من أبرز تلك الأضرار فيما يلي: يتسبب التساقط الدائم لثمار شجرة الجهنمية وأوراقها طوال فصول السنة في تلوث البيئة وتراكم الأوساخ في الشوارع وعلى السيارات، مما يجعلها تمثل عبئا كبيرا طوال أيام السنة. تعد رائحة أزهار شجرة سيئة للغاية، ويزداد الشعور بذلك في الصباح الباكر، حيث تنبعث منها رائحة كثيرة. أثبتت الدراسات أن العسل الذي يتم إنتاجه من شجرة الجهنمية طعمه مر وغير محبب للكثيرين. تعد شجرة الجهنمية بيئة مناسبة لتجمع الذباب والبعوض والحشرات، كما أنها تعتبر مأوى لكثير من الزواحف الخطيرة مثل الثعابين. تضر شجرة الجهنمية بثمور النخيل، حيث أنها تحتضن أنواع عنكبوت تنتقل إلى النخيل ويسبب أضرارا بالغة فيها ويقلل من إنتاجها للتمور بشكل كبير. تعد بيئة غير مريحة للطيور المغردة التي تعيش في البيئة المحلية. تتسبب زراعتها في العديد من المشكلات الصحية التي تضر الإنسان، والتي قد تؤدي إلى تنشيط الخلايا السرطانية بالجسم. تتسبب الغازات التي تخرج من شجرة الجهنمية في أمراض مثل حساسية الشعاب الهوائية. تضر زراعتها الأشجار والنباتات القريبة منها، حيث أنها تحتاج لاستهلاك كميات كبيرة من المياه الجوفية، مما يؤثر على نمو الزراعات الأخرى بشكل كبير. تنتشر جذور شجرة الجهنمية بشكل أفقي تحت سطح الأرض مساحات كبيرة، مما يؤثر على الأرض بشكل كبير، كما أنها تتسبب في إعاقة نمو الأشجار الموجودة بجوارها وتضعفها، فلا يمكن استغلال المساحات بجوارها. يتسبب انتشارها الأفقي لمساحات كبيرة في أحداث أضرار بالغة على البيئة التحتية التي تنظمها الدولة من شبكات الصرف أو مجاري المياه أو شبكات الهاتف وما إلى ذلك، حيث تتسبب جذورها في اختراق الأنابيب وانسداد شبكات الصرف، تؤثر بشكل كبير على أعمار المباني الموجودة بجوارها، حيث تمتلك شجرة الجهنمية جذور قوية تجعلها قادرة على اختراق الجدران، كما أن تغللها الأفقي في الأرض قد يتسبب في دمار الشوارع وتخريب الأرصفة. تمثل خطورة كبيرة في زراعتها على الأطفال والحيوانات الأليفة، حيث أن أشواك شجرة الجهنمية تستطيع اختراق الجلد بكل سهولة، وتتسبب تلك الأشواك في أخطار كبيرة مثل التهابات الجلد أو الطفح الجلدي. يتسبب تناول الجهنمية بكميات كبيرة في حدود تسمم، كما أن الأشواك التي توجد بأوراقها تسبب أعراض التهاب جلدي، وتتضح أعراضه في أشكال متعددة مثل الألم أو الحكة أو اللسع أو حرق الجلد والبطور والطفح الجلدي المتقشر والتورم والقروح. يتسبب ابتلاع شجرة الجهنمية بشكل خاطئ في التعرض للاضطرابات القلب أو الشعور بالقيء والإسهال والدوار، وذلك لأنها تحتوي في أزهارها وساقها وبذورها على بعض المواد السامة التي تؤثر على صحة القلب بشكل مباشر.
أخشاب شجرة الجهنمي سيئة جدا، وذلك مقارنة بأنواع الأخشاب الموجودة ببعض أنواع الشجر الأخرى مثل التوت والجيميز. تحتوي شجرة الجهنمي على أشواك حادة، لذلك قد تمزق الملابس وتخترق الجلد والنسيج بكل سهولة. ومع ذلك قد تزرع الجهنمية في المنازل وحدائق البيوت بالقرب من مناطق السباحة ومناطق اللعب للأطفال، مما يشكل خطرا على الأطفال والحيوانات. ومن هذا المنطلق يجب زراعة شجرة الجهنمية بحذر حتى لا تتسبب للعديد من الإصابات للأفراد. فهذا النبات سريع النمو، كما أن وخز الأشواك الحادة تجعل الفرد يصاب بالتهابات جلدية، وهذا ما يسمى بالطفح الجلدي، والذي يحصل كردة فعل ناتجة عن تحسس الجلد، ويكون ذلك كأعراض البلوط السام واللبلاب السام، وقد يسبب ألما وحكة ولسعا وحرقا للجلد، كما قد تظهر البثور والقروح والتورم وتقشر الجلد. تعود عصارة هذا النبات سامة ولكنها معتدلة السمية، لكن يمكن الخطر من هذه العصارة في حالة تم تناولها بكميات كبيرة، فبالتالي ستؤدي إلى بعض الأضرار الصحية. وعلى الرغم من أن ذلك، فإن أوراق الجهنمية تعتبر غير سامة. تعد الجهنمية من النباتات سريعة النمو، وهي قادرة على التكيف مع العديد من المجموعات بغض النظر عن الظروف، ولكنها تأخذ مساحة بشكل سريع وتحتاج إلى غذاء ثقيل، وبالتالي تصبح غازية، وهذا يتسبب الضرر للنباتات القريبة منها، فلا تصلها المواد المغذية والماء. لذلك يفضل ترك مسافة بينها وبين النباتات الأخرى بمقدار حوالي 6 إلى 9 أقدام. تزهر هذه النبتة بشكل أفضل في حال الإجهاد المائي، وهذا يسبب العديد من المشاكل للمنازل التي تحتوي على أنظمة الري الأوتوماتيكي. لذلك من الأفضل زراعتها في المناطق المحددة لها، أو القيام بتعديل أنظمة الري من أجل الحصول على رطوبة أقل. فهذه النبتة استوائية وتحتاج إلى أقدام رطبة، فإذا تركت في الماء سوف تتعفن بشكل سريع. تحتاج هذه النبتة إلى الدعم، لذلك يجب التأكد من أن تعريش الجهنمية كافي لدعمها، كما أنها تتطلب تقليم الجهنمية بشكل منتظم من أجل تعزيز شكلها المناسب ومنعها من التفشي. فنبات الجهنمية قد يستولي على سياج أو فناء أو زاوية معينة، وهذا ما لا ترغب بحصوله. تعد جذور نبتة الجهنمية من الجذور الحساسة، وكذلك المفصل الذي يقع بين كل من الجذع والجذور. فعند القيام بالزرع قد تقطع هذه الجذور وتتسبب العديد من الأضرار مثل إتلاف النباتات. لذلك يجب رفع كرة الجهنمية من الجدر وليس من الجذع. وفي حال تواجد الجهنمية في وعاء وتركها على الأرض، قد تنمو الجذور وتخرج من فتحات التصريف، وعند رفعها قد تكسر بنية الجدر. والسلام عليكم ورحمة الله.